بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة والحلقة رقم 29. هنبدأ نتكلم عن ضلع من أهم أضلاع عصابة ريا وسكينة. هنتكلم عن عبد الرازق يوسف محمد. عبد الرازق يوسف محمد أحد أهم وأخطر أفراد عصابة ريا وسكينة، وعضو محوري في عصابة ريا وسكينة. عبد الرازق يوسف هو الأسوأ على الإطلاق مع حسب الله سعيد مرعي ضمن أفراد عصابة ريا وسكينة. عبد الرازق يوسف هو صاحب اقتراح وقرار مشروع عصابة ريا وسكينة التاريخي الإجرامي لقتل النساء البغايا وسرقة مصاغهم ونقودهم. عبد الرازق يوسف محمد لم يكن مثل حسب الله سعيد ولا محمد عبد العال ولا حتى عرابي حسان اللي كانوا من المهاجرين الصعيدة، لأن حسب الله سعيد مرعي زي ما احنا عارفين من قرية الرقبة مركز دراو محافظة أسوان، ومحمد عبد العال كان من قرية موشة بمحافظة أسيوط، وعرابي حسان كان من قرية أبنوب الحمام بمحافظة أسيوط، كلهم من صعيد مصر. ولكن عبد الرازق يوسف كان من أهل الإسكندرية ومن أبناء حي اللبان الأصليين. ولد عبد الرازق يوسف محمد في جنينة العيوني وقضى فيها طفولته وصباه، ولو صح تقديره لعمره وقت القبض عليه سنة 1920 بأنه كان في الثلاثين من عمره، وده تقدير أقره عليه الأطباء وقتها أن عمره بين 25 و30 سنة، معنى ذلك أن عبد الرازق يوسف وحسب كلامه وحسب قرار الاتهام وأمر الإحالة كان عمره 30 سنة، ومعنى ذلك أنه ولد سنة 1890 في جنينة العيوني بالإسكندرية. ولكن وزي ما هنوضح بعد شوية، بالتأكيد العمر ده كان غير صحيح، لأن عبد الرازق يوسف على الأقل كان أكبر من ذلك بحوالي 5 سنوات، وهنوضح ده بعد قليل. انضم عبد الرازق يوسف محمد لرجال ريا وسكينة في خريف سنة 1919، كان عمره حوالي 29 سنة، ده طبقا لتقديره، ولكن في الحقيقة كان عمره وقتها 34 سنة. ومن الوقت ده أصبح عبد الرازق يوسف لا ينقطع عنهم ولا يفترق عنهم أبدا، وتوطدت علاقة عبد الرازق يوسف بآل همام وبرجال ريا وسكينة، وخاصة حسب الله، وخاصة بالأكثر عرابي حسان اللي أصبح صديق حميم له. عبد الرازق يوسف لم يكن صاحب قوة يخشى بأسها، ولا عصبية كثيرة العدد، ولا حتى مال يشتري به النفوذ والأعوان أبدا. عبد الرازق يوسف لم يكن يملك أي شيء من هذا ولا ذاك. عبد الرازق يوسف كان مجرد عربجي أجير لا يملك شيئا، ولا يملك حتى العربة اللي كان بيعمل عليها إذا عمل. عبد الرازق يوسف كان مجرد عربجي أجير لدى عدد من أصحاب العربخانات اللي كانوا بيتعاقدوا مع المستوردين وتجار الجملة على نقل البضائع من مخازنهم في المينا إلى مخازنهم في المدينة، أو من مخازنهم في المدينة إلى مخازن تجار نصف الجملة تمهيدا لطرح البضائع في الأسواق. عبد الرازق يوسف لم يكن يملك شيء، ولكن عبد الرازق كان بيأخذ قوته من جسارته وانعدام حيائه، بالمعنى العامي كان وشه مكشوف، وكان بيأخذ قوته من استضعافه للآخرين واستعداده لإثارة الفضائح. سجله الإجرامي الحافل والمزدحم بعدد كبير من الجنح والمخالفات وأحكام الحبس والغرامة يدل على أنه ما كانش بيخاف من الشرطة، ولا كان بيحرص على توقي الحبس. والحقيقة أن السجل الإجرامي لعبد الرازق يوسف يلفت النظر بتنوع الجرائم الموجودة فيه، وإحنا دلوقتي عارضين لحضراتكم صورة الفيش بتاع عبد الرازق يوسف، وهعرض لحضراتكم سجل السوابق أو صحيفة السوابق الخاصة بعبد الرازق يوسف لأول مرة. بلغ عدد سوابق عبد الرازق يوسف الإجرامية 19 سابقة، بتتنوع بين السرقة والضرب وبين التجمهر وإحراز الحشيش والبلطجة، وبتختلف العقوبات اللي حكم عليه بسببها بين الغرامة والحبس لمدة تتراوح بين أسبوع و3 شهور.
كان آخرها هو الحكم عليه في 12 أكتوبر تشرين الأول سنة 1919 بتغريمه 100 قرش لإدارته بدون إخطار لمحل لحرق الحشيش، وده كان قبل بداية عمليات عصابة ريا وسكينة بحوالي شهرين وعشر أيام تقريبا. بدأ عبد الرازق يوسف محمد نشاطه الإجرامي وهو حدث صغير عمره في حدود العاشرة فقط، ممكن يكون كان أصغر من ذلك، وده معناه إن عبد الرازق يوسف مجرم بفطرته. بدأ نشاطه الإجرامي وهو طفل صغير، كان عمره حوالي 11 سنة لما تم ضبطه لأول مرة في 8 أغسطس آب سنة 1901 وهو بيحاول سرقة بعض أواني المطبخ، صينية وحلة من مسكن لطيفة بنت عبد الله إحدى جاراته في جنينة العيوني، واتحكم عليه بالحبس لمدة 15 يوم. بعد أقل من 4 سنوات وكان عمره حوالي 15 سنة بدأ الضرب والتعدي والبلطجة والتجمهر تظهر في سجل عبد الرازق يوسف الإجرامي، وده ممكن يجعلنا نشك في مدى دقة عبد الرازق في تقديره لعمره، لأنه في الغالب أن عبد الرازق يوسف كان تجاوز 30 بخمس سنوات على الأقل وقت القبض عليه سنة 1920، وأنه كان عمره 20 سنة لما برز اسمه سنة 1905 كفتوة وبلطجي، لأن من المستحيل أو من الصعب أنه يكون حدث أو غلام صغير عمره 15 سنة ويبرز اسمه كفتوة أو بلطجي. ومعنى ذلك أن عمر عبد الرازق يوسف الحقيقي ممكن يكون 35 سنة وقت القبض عليه، أي أنه من مواليد سنة 1885 وهي نفس سنة ميلاد سكينة بنت علي همام. وبكده يكون عبد الرازق يوسف هو أكبر رجال ريا وسكينة سنا وأوفرهم وأكثرهم من حيث السوابق والسجل الإجرامي. في سنة 1905 برز اسم عبد الرازق يوسف كفتوة وبلطجي، وتتالت أحكام الحبس والغرامة ضده بسبب قيامه بالاعتداء على الأفراد ومشاركته في معارك كبيرة انضم إليه فيها آخرون من البلطجية، وده اللي جعل سلطات الاتهام وقتها تضيف تهمة التجمهر إلى التهم اللي بيقدم بسببها إلى المحاكمة. كانت معظم معارك وجرائم عبد الرازق يوسف بتدور في نطاق حي اللبان اللي ولد ونشأ وترعرع فيه، ولكنه كان بيوسع نشاطه في بعض الأحيان إلى أحياء أخرى في الإسكندرية زي حي محرم بيك وحي المنشية وحي كرموز. كانت من بين المعارك اللي شارك فيها عبد الرازق يوسف سنة 1905 معركتان تدخلت فيهم الشرطة، حكم بسببهم. المعركة الأولى وقعت في 11 فبراير شباط سنة 1905، كانت في حارة الفراهدة بقسم شرطة اللبان، عوقب عليها بالحبس لمدة شهر. والمعركة الثانية كانت في جهة الإبراهيمية التابعة لقسم شرطة محرم بيك في 20 أغسطس آب سنة 1905، وكانت معركة كبيرة عوقب على اشتراكه فيها ومشاركته في التجمهر بيضم أكثر من 5 أفراد بالحبس لمدة 3 شهور. وفي سنة 1907 رجعت السرقة المقترنة بالضرب لسجل جرائم عبد الرازق يوسف. في 17 فبراير شباط سنة 1907 قام عبد الرازق يوسف بسرقة كتيلة ذهبية وضرب صاحبها، وعوقب على الجريمتين بالحبس لمدة 3 شهور وبغرامة 100 قرش لتعديها على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ممكن يكونوا رجال الشرطة اللي قاموا بضبطه. والغالب أن عبد الرازق يوسف كان بيتعاطى المخدرات من فترة بتسبق ظهور تهمة إحراز الحشيش في سجله الإجرامي سنة 1910. سنة 1910 حكم عبد الرازق يوسف مرتين بعد ما تم ضبطه كل مرة ومعاه درهم حشيش، وعوقب في المرتين بغرامة 100 قرش. وسنة 1912 حكم عبد الرازق يوسف مرتين بنفس التهمة، تهمة إحراز الحشيش، ولكن الغرامة اللي وقعت عليه ارتفعت من 100 قرش إلى 3 جنيه كاملة في كل مرة، بعد ما ارتفع المضبوط معاه في المرتين من الحشيش إلى درهم ونصف من الحشيش. استمرت أحكام السجن والغرامة تصدر ضد عبد الرازق يوسف بسبب أعمال الفتوانة والبلطجة. حكم عليه سنة 1914 بالحبس لمدة 15 يوم بتهمة الضرب والسكر،
وبغرامة قدرها 50 قرش سنة 1915 وغرامة أخرى قدرها 100 قرش سنة 1919 بتهمة الضرب والتعدي. حبس عبد الرازق يوسف مرتين سنة 1918 بتهمة التعدي، وكانت العقوبة الحبس لمدة 3 شهور في كل مرة. والملاحظ أن تهمة إحراز الحشيش اختفت من السجل الإجرامي لعبد الرازق يوسف من عام سنة 1912، والواضح أنه كان التزم الحذر من إحراز الحشيش منذ تتالت أحكام الغرامة ضده. عبد الرازق يوسف قال بعد كده في سياق الدفاع عن نفسه أن تهم إحراز الحشيش اللي كانت بتوجه ضده كانت من اصطناع الخفراء ورجال الشرطة السريين اللي كانوا تعودوا على ابتزاز كل اللي بيتردد على المحاشش ويقومون بالتدخين على حسابهم، وإذا امتنعوا عن إعطائهم ما يريدون يقومون بتلفيق تهمة إحراز الحشيش لهم ويقومون بضبطهم. وقال عبد الرازق أن ده هو سبب تعدد أحكام الغرامة اللي صدرت ضده بتهمة إحراز الحشيش. ولو صح كلام عبد الرازق يوسف ده، وغالبا الكلام ده كان صحيح، ممكن نقول أن عبد الرازق يوسف كان بينشط في مجال فتح محلات حرق الحشيش وإدارتها طوال الفترة من 1912 وحتى 1918. كان بينشط في مجال محلات الحشيش وحرقها في حماية الخفراء وحماية صغار رجال الشرطة السرية اللي كانوا بيتواطؤوا معاه وبيحموه ولا يبلغون ضده مقابل ما كان يدفعوا لهم من إتاوات. وممكن يكون حدث خلاف بينه وبين أحد هؤلاء الخفراء أو رجال الشرطة السريين أدى إلى الإبلاغ عنه، فأغلق عبد الرازق يوسف المحششة أو محل حرق الحشيش اللي كان بيديره قبل أسابيع قليلة من ظهوره المفاجئ في محششة آل همام وآل النص بإدارة محمود أبو زكاك في حارة النجاة في خريف سنة 1919، واللي من وقتها انضم عبد الرازق يوسف لرجال ريا وسكينة وأصبح أحد أهم أفراد عصابة ريا وسكينة، وانتهى به الحال تحت أعواد المشانق. ولم يكن تاريخ عبد الرازق يوسف الحافل يخلو من النساء، ومن المؤكد أن جانب من المعارك اللي خاضها عبد الرازق والمعارك اللي اتهم فيها كانت بسبب علاقاته بالنوع ده من النساء اللي بيكثر وجوده في حياة أمثاله من اللي كانوا معروفين بالصبوات، لأن الصراع على هؤلاء النساء كان من مظاهر الفتونة اللي لا تكتمل إلا بيها. قال عبد الرازق بعد كده أنه عرف امرأة اسمها نظيمة بنت محمد علي، عشقها وأحبها بعنف واتخذها رفيقة له لعدة سنوات، وشم اسمها بجوار اسمه على مقدمة ساعد يده اليمنى. مذكور في كتاب رجال ريا وسكينة ان وشم نظيمة بنت محمد علي على ساعد يده اليسرى، ولكن في الحقيقة وفي ورقة التشبيه الخاصة بعبد الرازق ان الوشم ده على مقدمة ساعد يده اليمنى وليست اليسرى. وشم اسم الحبيب او الحبيبة كان شائع في الفترة دي بين العشاء وفي الزمن ده. حدد عبد الرازق يوسف تاريخ معرفته بنظيمة بنت محمد علي ب 18 سنة قبل القبض عليه، يعني تقريبا سنة 1902، وده السبب الثاني والأهم اللي يأكد ان عبد الرازق أخطأ لما قدر عمره وقت القبض عليه ب 30 سنة فقط، لأنه من المستحيل انه تعرف على نظيمة وأحبها وعاشقها ورافقها وهو غلام عمره 12 سنة. الغالب بل والمؤكد انه عبد الرازق يوسف كان حوالي 17 سنة في الوقت ده، وقت احب ورافق وعاشق نظيمة بنت محمد علي وهو في عنفوان مراهقته. وده الدليل التاني زي ما قلنا على ان عبد الرازق يوسف كان عمره وقت القبض عليه 35 سنة وليس 30 سنة، وبالتالي يكون من مواليد سنة 1885 وليس 1890. أثرت نظيمة بنت محمد علي في شخصية عبد الرازق يوسف بشدة، كانت بالقطع أكبر منه في السن وأوفر منه خبرة، أعطته بدون حساب ومن دون ما يطلب ما يحتاجه من حب ودفء وما يحتاج مراهق مندفع في هذا السن الصغير من النساء. وده سبب أن عبد الرازق يوسف قال بعد كده إنه لم يحب ولم يرافق امرأة غير نظيمة بنت محمد علي. والحقيقة أن عبد الرازق يوسف لم يقاطع النساء بعد انفصاله عن نظيمة، اللي ما نعرفش سببه،
على العكس، تزوج عبد الرازق من امرأة وصفها عرابي حسان بأنها امرأة فائقة الجمال، وهي مرزوقة بنت علي العدوي، أنجب منها 3 أبناء: عبد الحليم عبد الرازق وسلامة عبد الرازق وفتحية بنت عبد الرازق. ولكن يظل سلوك وأسلوب عبد الرازق يوسف في التعامل مع النساء الفواحش وخاصة اللي كانوا بيعملوا عند ريا وسكينة يلفت النظر وبشدة، لأن عبد الرازق يوسف كان بيتعامل مع النساء بدرجة كبيرة من الخشونة والفظاظة تصل إلى حد الرغبة في التمثيل بهن، سباب وشتائم في منتهى الفحش والبذاءة، امتهان لكرامتهم وأنوثتهم، الضرب والضرب العنيف أحيانا زي وقعة الفتاة المسكينة برج واللي سبق وحكينا عنها واللي كانت هتموت في إيده من الضرب العنيف طوال الليل، والمضاجعة لهن بدون إعطائهن أي نقود أو أجرهن، ولدرجة محاولة عبد الرازق يوسف الحصول من النساء على أجر مضاجعته لهن، حيث أنه كان بيسرق من المرأة أي شيء ولو كان هذا الشيء تافه، إثباتا لذاته وإثباتا أنه أفضل منها وإثباتا لنفسه أنه حصل منها على أجر مضاجعته لها، زي سرقته لفردة الحلق وكيس النقود من أنيسة بنت محمد رضوان الضحية 9 بعد قضاء الليلة معاها في بيت فاطمة القرعة بعد نزهة وسهرة العيد التعيسة. كان عبد الرازق يوسف بيتعامل مع النساء بسادية، سادية مفرطة، والمؤكد ان السبب في كل هذا هو علاقته وهو في سن مبكر جدا مع امرأة اكبر منه سنا واوفر منه خبرة، والواضح من سلوك عبد الرازق بعد كده مع النساء ان هذه المرأة كانت امرأة مازوخية، وطبعا نقصد هنا نظيمة بنت محمد علي، فأثرت على شخصية عبد الرازق يوسف بشدة وأدت إلى سلوكه العنيف والسادي والمقزز مع النساء. وتلفت شخصية عبد الرازق يوسف النظر وبشدة بسبب الدور الهام والمحوري اللي قام به في تحديد مصائر بقية شخصيات عصابة ريا وسكينة، لأن عبد الرازق يوسف كان أكبر رجال ريا وسكينة سنا، كان عمره زي ما سبق وأوضحنا حوالي 35 سنة، وكان أكثرهم خبرة في العمل الإجرامي وأكثرهم من حيث السجل الإجرامي الحافل ب 19 سبقة متنوعة زي ما أوضحناها بالتفصيل منذ قليل. ومع إن عرابي حسان كان بيسبق عبد الرازق يوسف في العمل كفتوة مع آل همام ومع عصابة ريا وسكينة، ولكن سجل عرابي حسان الإجرامي كان بالنسبة لسجل عبد الرازق يوسف لا شيء. كان سجل عرابي حسان بيقتصر على 5 جنح ضرب وقعت بين عامي 1914 و1919، حكم عليه بالسجن في 3 منها لمدة لا تزيد عن شهر في كل مرة وبالغرامة في جنحتين، وخلى سجل عرابي حسان الإجرامي من أعمال الفتونة والبلطجة والمشاجرات الجماعية والتجمهر، وأيضا خلى سجل عرابي حسان الإجرامي من جرائم السرقة والاعتداء على الموظفين العموميين، ودي كلها كانت موجودة وبوفرة في سجل عبد الرازق يوسف الإجرامي الحافل. والشواهد كلها بتدل على أن ظهور عبد الرازق يوسف ضمن رجال ريا وسكينة في خريف سنة 1919 كان هو الانعطاف التاريخي الأكبر أهمية اللي علق الجميع بعد ذلك في أعواد المشانق. بمعنى آخر، كان ظهور عبد الرازق يوسف ضمن رجال ريا وسكينة هو السبب الأساسي والرئيسي اللي أدى إلى عمليات قتل النساء، وبالتالي قاد الجميع إلى حبل المشنقة. بعد انضمام عبد الرازق يوسف لرجال ريا وسكينة أصبح لا يفترق عنهم، وأصبح يحشش ويسكر ويضاجع فتيات بيت حارة النجاة مجانا بدون أن يدفع مليما. كان عبد الرازق يوسف على علاقة معرفة وثيقة مع محمد خفاجة اللي كان من أعيان حارة النجاة ومن أعيان الحي، واللي كان تاجر ألبان بيملك حظيرة بها عدد كبير من رؤوس الماشية في حارة النجاة بيعمل بها وتحت إشرافه عدد من العمال يعتنون بالماشية ويشرفون على غذائها وتغذيتها ويحلبون ألبانها عشان يقوم محمد خفاجة بتوزيع هذه الألبان على عدد من المقاهي ومصانع ومحلات الحلويات وجيلاتي اللي كان متعاقد معها على توريد الألبان لها. كان الشيء المشترك بين عبد الرازق يوسف ومحمد خفاجة هو أنهم مغرمان بالحياة اللذيذة السهلة، يحبون النساء وشرب الخمر ومجالس الطرب. ما عدا ذلك كان عبد الرازق يوسف ومحمد خفاجة
يختلفان تماما عن بعض، وكان كل واحد منهم من عالم مختلف تماما عن الآخر. زي ما قلنا، عبد الرازق يوسف عرباجي أجير لا يملك شيء، منعدم الحياء وبلطجي، ويعامل النساء بقسوة وفظاظة وشذوذ. على العكس من ذلك كان محمد خفاجة شاب ثري محترم قوي جنتلمان مع النساء. وكان محمد خفاجة عمره حوالي 24 سنة، يعني كان أصغر من عبد الرازق يوسف بحوالي 10 سنوات كاملة. كانت العلاقة بين عبد الرازق يوسف ومحمد خفاجة في ظاهرها علاقة صداقة، ولكن التباين الشديد والاختلاف الواضح بين مكانتهم الاجتماعية لا يخفى على أحد. لأن الحقيقة أن مكانة عبد الرازق يوسف العربجي الأجير لم تكن تزيد عن مكانة أحد الكلافين الكثر اللي كانوا بيعملوا في حظيرة محمد خفاجة، وده اللي كان بيدفع عبد الرازق يوسف إلى كثير من التصرفات الحمقاء الناتجة من إحساسه الشديد بالنقص أمام محمد خفاجة. كان عبد الرازق يوسف من هذه التصرفات بيهدف إلى تأكيد ذاته أمام محمد خفاجة، واللي كان بيتلقى تصرفات عبد الرازق يوسف الحمقاء بالكثير والكثير من التسامح، لأن محمد خفاجة كان واثق ومتأكد أن الكلمة الأخيرة والرأي الأخير هيكون له، بحكم أنه هو اللي بيتحمل نفقات جولاتهم وسهراتهم المشتركة في الحانات والخمامير والكرخانات وجلسات الطرب. كان محمد خفاجة من كرم أخلاقه حريص على أنه ما يحرجش ولا يجرح إحساس عبد الرازق يوسف، أو يجابه صراحة بالحقيقة اللي يعرفها واللي يعرفوها الاثنين كويس، واللي يعرفها كل الناس في حارة النجاة، وهي أن عبد الرازق يوسف ليس صديق محمد خفاجة، ولكنه مجرد تابع أو محسوب. ما كانش محمد خفاجة في حاجة إلى قوة عبد الرازق يوسف البدنية، ولا حتى إلى سمعته باعتباره فتوه أو بلطجي، لأن محمد خفاجة نفسه كان معدود من صبوات الحي بحكم الهيبة اللي أعطاها له شبابه وثروته وأتباعه. أيضا محمد خفاجة كان قوي، ولم يكن يتردد في خوض المعارك دفاعا عن نفسه واسترداداً لحقه. كان محمد خفاجة بيفعل ذلك ولكن في الضرورة والضرورة القصوى، وبوقار شديد كفل له على الرغم من حبه للنساء والخمر احترام اجتماعي كبير وسط حارة النجاة وفي الحي، كشاب قوي وكريم ومتزن وعائل، وفوق كل ده ابن حظ. صلة عبد الرازق يوسف بمحمد خفاجة نظر إليها معظم الناس في حارة النجاة على أنها دليل على تواضع محمد خفاجة وحسن وكرم أخلاقه، وبالتالي لم يحملونه مسؤولية ما كان يرتكبه عبد الرازق يوسف من حماقات كثيرة. كان الجميع يشكون لمحمد خفاجة من محسوبه العربجي عبد الرازق يوسف، إذا انفلت عياره واعتدى على بائع متجول مسكين، أو إذا اختطف بعض ثمار الفاكهة من بائعة مسكينة، أو إذا اتخذ من رجل عجوز مسكين هدفا لسخريته وإهانة شبته، غير ذلك من التصرفات الحمقاء الصغيرة نتيجة شربه للخمر أو تدخينه للحشيش أو مصه لبعض قطع الأفيون. كان ده اللي بيعمله البلطجي أو العربجي الأجير عبد الرازق يوسف، وكان الناس يشتكوا منه لمحمد خفاجة. وعلى الرغم من أن العلاقة بين عبد الرازق يوسف ومحمد خفاجة كانت علاقة وثيقة، ولكن لم تمتد هذه العلاقة لتشمل أصدقاء وحلفاء عبد الرازق يوسف من آل همام أو آل النص. فكان محمد خفاجة بيكتفي بتحية عابرة على من يقابله منهم وهو في طريقه لحظيرته اللي بتقع في حارة النجاة. كانوا بيردوا عليه التحية على محمد خفاجة بأدب بالغ واحترام كبير، تقديرا لمكانة محمد خفاجة الكبيرة في حارة النجاة. وبالطبع لم يفكر محمد خفاجة ابن الحظ في الاستفادة من خدمات المحششة الحقيرة اللي كان بيديرها محمود أبو زكاك لحساب آل همام وآل النص، ولا كان بيحتاج لدكان خمور أبو أحمد النص لأنه كان بيبيع الخمور المغشوشة، ولا احتاج محمد خفاجة لبيت البغاء الخاص بريا وسكينة في حارة النجاة، لأن محمد خفاجة كان بيلتزم بتقاليد صارمة، وهي أنه ما يخلطش العمل بالترفيه، النهار للعمل وللعمل فقط، والليل للترفيه. أيضا محمد خفاجة لم يكن يدخن الحشيش، وبالتالي لم يحتاج إلى محششة محمود أبو زكاك. كان ذوق محمد خفاجة في الخمر والنساء،
ولكن لا خمر أبو أحمد النص المغشوشة ولا نساء ري وسكينة الحقيرة. محمد خفاجة لم يكن يشرب الخمر إلا في زجاجات مغلقة، وكان بيفضل الويسكي والكونياك. ولم يكن محمد خفاجة يقبل زي ما قالت ريا بعد كده إلا على النساء اللي بيعلقوا شنط في إيديهم، من نساء العائلات الراقية أو من النساء البغايا الإفرنجيات أو اللي على نفس المستوى ده من النساء المصريات. وده اللي جعل محمد خفاجة لا يطلب أي خدمات من بيت ريا وسكينة في حارة النجاة أو من مركز الترفيه المتكامل لريا وسكينة وحلفائهم وشركائهم في حارة النجاة. بكده بينتهي حلقة النهاردة، الجزء الأول من شخصية عبد الرازق يوسف محمد، الشخصية المحورية والأكثر أهمية في عصابة ريا وسكينة والأسوأ على الإطلاق مع حسب الله سعيد مرعي. لو الفيديو عجبكم بتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير، ومنتظر أراءكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.